هذه الجبال تردد صدى هذه الكلمات التي تعلو من مساجد قرية جمعان ساريج بولاية تيزي وزو، تكريما واحتفاء بمن اختارهم الله سبحانه وتعالى لأداء الركن الخامس. الله الله الله. عادات راسخة لدى سكان المنطقة مع حلول موسم الحج. اكثر ثقلنا نعم اكثر ثقلنا إلا يوم اسمي السي الحاج محمد الحسين يرحم ربي الله يرحمه يتجايغ الله يرحم ربي ولكن يتجايغ خلونا حاجه يعني ذا شو غادي يتجا يتجايغ الديكار امكرا ثويض الحاج امكرا اثقف لض الحاج الحجاج هذا مرا روحا الحجاج مرا روحنا ذاك يغرنا زني ميكر غاز روح الحج يعني نخذ مكان الوعدة مشطوح يعني القروبة لوك لا فامي روح أظل سماح ما يلونا كي يعني يتحن فلي يعني ساكن مشكلة يدي أظل بغاس سماح أظل بيت سماح أظل بغاس سماح السينا نكرنا كرا روح عربنا ترى أرثت درت زرع دينا في زورا دي سخوان اللي جدود وركل اللي كيت اللي جدود لو كدبوية وركل اللي كيت في الدعوة الخير ومن بعد الزولة سنة الركعات. هذه الجلسة حركت أشواق الحاج عبد الرحمن الذي أدى هذه الشعيرة في 2006، الذكريات لا تزال راسخة في ذهنه حول رحلة العمر. يعني أنا كي تفكر يعني في خاصة في منطقة جمعان ساريج وهي بقعة من الجزائر الحبيبة، الحاج كي يخرج يبدا قبل يوم او في نفس اليوم يزور الاحباب والاقارب والعيله يطلب منهم السماح، ثم يروح المقبره يزور الاموات، ثم يتوجه إلى المسجد، مسجد تلم قرآن، مسجد زاوية تلم قرآن التي أسست في 1903 من طرف جدي شيخ الحاج كاديد، كان يتكلم مع عليه السي محمد الحسين. بعد الصلاة ركعتين في المسجد يتوجهوا يعني كل اللي يروحوا للبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج في جو بهيج. لا يزال يتذكر تلك الأيام التي بدأت عند الحاج عبد الرحمن من مرحلة التحضير، حيث كان يقضي أوقاته بين رفوف المكتبات كباقي الحجاج. حضر نفسي نقرأ كتيب هذاك الحج الآخر، وكذلك كان يعني نهضروا على مناسك الحج، استدينت كونت روحي كما ينبغي الحج. رحلة العمر لا تزال خطواتها عالقة في ذهن الحاج عبد الرحمن، فكل نسك ترك في نفسه أثر لن ينسى. تفكرت كي كنت أطوف بمكة
الصفا والمروة أطوف في البيت الحرام، وقوف عرفات شيك شي عظيم، مينا رمي الجمرات. كان واحد جو أخوي أخوي أخوي. كيف تستطيع أن تتحكم نفسك كي تكلم على رسول الله عليه وسلم؟ محال محال. أنا كنت نمشي مع كل الآلاف مئات آلاف، نمشو وكل الكعبة مغطية مغطية بالعمارات. حتى دخلت هذيك الساعة وين كاين الكعبة، دخلت الكعبة تنجهد واحد الشعور أو دوك يشوك لحمي، واحد الشعور محال تعبر عليه. يعني سيب الكعبة، يعني الكعبة لا حول ولا قوة إلا بالله. دير ربي سبحانه فوق الجميع، فوق الأولاد، فوق الزوجة، فوق الإخوة، فوق كامل الناس. ربي سبحانه ربي سبحانه فوق كل شيء، تنسى كلش، تحس روحك واحد شعور عظيم عظيم. شوف يعني المكان وين الرسول صلى الله عليه وسلم داير خطبة الوداع، كحاجة اللي انتبهت لها، كل الناس سواسية، ما بقاش غني أو فقير، واحد عنده واحد ما عندوش، ولا واحد عالم ولا واحد أمي. ونحن في القرية سمعنا جلسات الذكر تنبعث من زاوية تلمقرة احتفاء بالحاج محمد الذي يستعد نفسيا وروحيا لأداء هذه الشعيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مرحبا يسوين دارت معمرت الجماعة السريج، مرحبا يسوين أريم زدغة كل جماعة السريج. لا سلام نون أكني نور ربي إن شاء الله إن شاء الله. الله نسل عليك رسول الله. الحمد لله في عدو السن مدة 10 سنين ألا نتسارجو أن روح روخة من ربي المدى الساقي يكتب العسلة ماشي وسن العسلة ماشي كرب بقى دي قدشني وانشتاقي أدي قربة دي لين دي قداشنا ربي نشفى دكا دي مشطوحا دي مشطوحا شمي مقرد ما نسلك ملاوين يون الحج الله يبارك في الدوين قخام في الدوين تدر تكود الدول حاصون في غراثين الجز البحر والسلال الأخوان يوث المناسبة الله يبارك وزمير غاتد مثله الله يبارك لذنا أد الدونا كني الحجاجة أدك شمنار ثم عمرتك الله يبارك الزن سلة الركعات الله يبارك ومبعد سنة سلة الركعات هذا روحا أثناوين سلمو دأس والناس سديك راقين الحجاج عدان من نغوي الدان أدنزور نفين عليه السلام يعني يون واسس وهمه
تسروني مدن ذي مش طوحانا قل حب الرب العالمين الله يبقى تدرت مشاشع لا أسلامك لا أسلامك يوثطع عن سيدي ربي ذي قرب الدوغن والسلم أمين ذي قرب الدوغن السريرني ذي قرب المياقل دثمثل ذي قرب اسم سماع رجال رب تجراتي تسوغل لقاء جاءتنا من نواوي هذا الذكر يعطي الإيمان الواحد اللي عنده الإيمان يتمنى هذا الشيء يتمنى هذا الشيء وثانيا بالدروس شحال خطرت في درس الجمعة نديروا الدروس نرغبوا الناس على الحج هو ربي سبحانه طلب يعني طلبها لنا خطرة في الحياة نتاعنا خطرة في حياة نتاعنا وهذه فرصة واحد لازم يتمنها أنا نقول لكم نتمنيوها نتمنوها ولو كان ما يقدروش ولو كان واحد ما يقدرش ولو كان ما يقدرش بالصحة ولا ما يقدرش بدرهم هو يتمنى يروح وما تعرف وربي يعطيك على النية قبل ما يعطيك على العمل كل من زار البقاع المقدسة وأدى شعيرة الحج يشتاق إلى المكان لهنا هذه سخسر بثيم سيوغن هذه قربا مياقل دثمث نتشوق نروح نزور قبر رسول صلى الله عليه وسلم نتشوق حبيت يعني لو سمحتم نوجه هنا في هذا المنبر الحجاج تاع كل الجزائر يدعيوا على بلادنا ربي يحفظه حبيت هذا المسجد الجديد الذي سمي على الشيخ والحاج كديد منذ عام خلاص كمل انتهت الأشغال كما ترون يعني ممكن يعني طلب يديرون الدعاء باش ربي سبحانه يفتحوا في أقرب الأجال وهو بيت من بيوت الله نحب نروح المدينة باش نزور رسول صلى الله عليه وسلم قبر رسول صلى الله عليه وسلم حبيب المصطفى سواء في مكة ولا في المدينة تتوحش كاع المكان هذاك أفضل مكان على وجه الأرض مكان مقدس مكان عظيم ذكروه القرآن في القرآن الكريم في عدة آيات أدي حيور بتجدثنا أدي حيور بسننا أدي حيور بين الحوايج النغيم تيم الحنين ننزيك امين هذه قربا ميا قل ذات مثل غيفكر بالطاعة غيفكر بالصبر غيفكر بالعقل نركب أرن بيت شفاعتك لي أربي كملا المرعوب أدن حجر دان واللم سيروا يا لركاب أرن بيت شفاء
الله.